السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو صامدي. هذا النهار ان شاء الله غادي نتحدثوا على واحد الموضوع اللي كنطلب من جميع المربين يحتاطوا منه، الا وهو الانثى اللي عاد ولدت. خصنا نحضيو من واحد القضية اللي تحت فيها انا في هذا الصباح، وهو ان الصغار ديال الارانب، انتم كما كتشوفوا هما، ما حاولتش نطلع عليهم ولا ما الى كيبان لكم، ملي كيكونوا كيرضعوا من امهم كي يبقاو لاصقين فيها وكيطيحوا في هذا القفص. انا الحمد لله داركت هذا الموقف لانني لقيت واحد الصغير طايح، يعني بقى مسكين غير الراس ديالو هو اللي باين. يعني كاع المربين اللي يكونوا يعني الارنبه ديالهم يلاه ولدت يحضيو من هذه القضيه، لانهم كيبقاو لاصقين في الحلمه ديال الرضاعه، وملي هي كتبغي تنوض كيطيحوا وما كتقدرش تردهم للبيت اللي تولدوا فيه، لذا يقدروا يموتوا لا قدر الله على حسب البرد. ولا انا لقيتها مسكينه واخا هو في القفص طايح، يعني بارك عليه، يعني باش كتسخنو كتدفيه و يعني محوطة عليه. شوفوا سبحان الله، هاد الحكمة اللي عطاها سيدي ربي لهاد الأرانب، سبحان الله. المهم اللي كنطلب منكم أنكم ديما تكونوا ديروا واحد يعني كل واحد الساعة ولا ساعتين طلعوا عليهم. خلاص اللي تقدروا غادي تكونوا ناعسين، ما يمكنش تراقبوهم، ولكن حاولوا انكم مره تنوضوا وتشوفوا هذه القضيه هذه، تراقبوا القفص هكا وتشوفوا واش راه طايح شي واحد اللي كيكون كيبقى لاصق فيها، وشوفوا لك واش راه طاح شي واحد وبقى لاصق فيها. ان لا قدر الله يقدروا يموت، لان هو كيكون باقي عاد الحيمه، تكون اللحمه حمراء، يقدر يكون غير البرد يغلبه. وسبحان الله، حنا انا بقى عايش هاد الصغير، علاش؟ لان الحنكه ديال مو مسكينه قطاته بالجسد ديالها، وحاولت انها ما تدخلش البيت ديال الولاده الليل كله، وبقات محوطه عليه حتى عاش، يعني دفاته حتى عاش. اذا كنطلب منكم انكم ديما ديروا واحد الدوريات في الليل، اللي عنده الارانب ديالو ولدوا له يديروا ديما يبقى يراقب القفص بهذه الطريقه بحال هكا، يشوف واخا في الليل يراقب، لربما تكون شي صغير يعني بقى لاصق في الحلامه ديال امه وطاح بداخل القفص، ويقدر لا قدر الله يموت. اذا الى عجبكم الفيديو شاركوا معنا، وإن شاء الله شعارنا دائما الخير جاي لقدام. ديروا مشاريع صغرى وراقبوا القنين ديالكم ديما، ونظفوا، وإن شاء الله ما يكون غير الخير إن شاء الله. إذن إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.